صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في وين ما كنتوا عم تحضرونا. اليوم رح نبدا فقرات ويلدن مع ايكو ومارك بيروتي. صار معي صباح الخير مارك. هاي ستاف، كيفك اليوم؟ تمام. اليوم موضوع بحبه كثير، عن ورده زهره كثير حلوه وهي الكوكليكو، لونها احمر. بحسها كثير خسعه، ما بعرف ليه، وهيك شكلها بياخذ العقل، وبس نشوف هيك منظر كله كوكليكو واحد هيك بفرفح قلبه. بنحكي عن الكوكليكو او بالعربي في اسم، في كذا اسم بالعربي مثلا، بس مش منه الاسامي العربي شوي بضيعوا، لانه مثلا شقائق النعمان واحد من اساميها، في ناس بسموا شقائق النعمان غير نباتات، او الشقيق كمان في ناس بسموهن غير. في اسم كتير حلو بسموه الرمان السعلي، تخيله، للكوكليكو، لانه بيستعمل كمان على اوقات للسعلي وهيك. فعندها كتير اسامي، منه الخشخاش، بس خشخاش بصير بتخوف العالم، عشان هيك الاسامي قد ما هالنبته موجوده وين ما كان عندها كتير اسامي. هيدا الشيء بينطبق على الفرنساوي والانجليزي وكل اللغات، رح نشوف بعد شوي اللغات اوقات بيعطوا اسامي بتضحك للكوكليكو. انا من احلى نباتات عندي، كتير بحبها، بتعرفي مثل ما انت عم تقولي بتحسيها فراجيل مثل ما هيك، بس نفس الوقت كتير كريمه، بس تدقرا هيك بيقشطوا، الالوان تبعها كتير حلوه، وانا يعني عندي ان هي من احلى عن جد نباتات عندي. هلا صرنا اثنين، فمنهم بيستغربوا انه ليه عم نعمل كوكليكو. هلا دائما التابلويات يلي فيهم كوكليكو، رح نشوف اثنين منهم. الفكره انه كثير غريبه هيدي السنه، انا شفت حد بيتي وحده كوكليكو مزهره، مشان هيك قلت يا عم لا لازم نعمل طقس كثير غريب. بس شغله انت قلتي انه احمر، هو مزبوط، اكثر شيء نحن عندنا بلبنان وهيك احمر، بس بالعالم في انواع كوكليكو ملون كثير الالوان الثانيه، بضلوا يسمون كوكليكو. ونحن بلبنان رح ابلش لك بصوره لنبته انا مصورها تقريبا حد القرن السوداء، عم تشوفها قدامنا. هيدا اسمها بابا فير ليبانوتيكوم، يعني هيدي كوكليكو ما في منها بالعالم غير بلبنان وبسوريا. ليك شو حلو، صغير بيطلع بين صخور. هيدا عم نحكي على الشيء 2500 متر، يعني الصوره ليك قد هيك غريبه شوي، الوانها منهم زيت الشيء مثل ما نحن معودين على الكوكليكو، لا شوي على برتقاني، بس لانها كثير المطرح عالي. ولا كمان فرجيك انه كنا عم نحكي انه في كثير الوان كوكليكو ثانيه، رح حط شيء سبع صور ورا بعض لتشوفي. ابيض كمان حلو، كثير حلو الكوكليكو، شكله كثير حلوه يعني، وفي منهم بيعملوا فاريتي اورنمونتال منهم، ليك شو بيصيروا حلوين. الالوان شو ما بدك فيه، يعني مشوف في موف، هلا مشوف اصفر، في كمان هيدا كله انواع كوكليكو بينباعوا كأورنمونتال، صليب بالنص اوقات هيك، مش دائما مثل ما عم تقولي. ليك قد ايه في الوان وقد ايه في اشكال، مثلا في مكبس مثل هون عم نشوفهم، كل هول سي دي كوكليكو، بس هول اكيد مش فرايتي فرايتيز وكرمال الفلوريست، مثل الاوركيدي مزبوط بصيروا يعملوا فرايتي. بس اللي كنت عم تقوليه بالاول، الكوكليكو المشهور هو هيدا الكوكليكو الاحمر يلي كثير معروف وهيك، فرح نحكي عنه. رح تستغرب قد ايه هالشتله اللي نحن بنحسها ما لها عازه، قد ايه عندها منفعه واشياء كثير حلوه عنها. هلا كمان اخبرك شغله عنها، اسمها لاتيني بابا فير، لانه كانوا من زمان وهيدا بعده هلا بيستعمل، لما الاولاد صغار كثير بنرفزوا وما بناموا هيك بحطي لهم شويه بيتال كوكليكو بالسوب تبعهم. هيدا ليه؟ لانه الكوكليكو بتنيم شوي، فمشان هيك هيدا الاسم بيعني هيدا الاستعمال، انه النبته اللي بتخلي شوي انه ينيموا. واساميها بالانجليزي مثل فيلد بوبي، هيدا الشيء ما بيضر؟ لا ابدا، رح تشوفي انه هلا بالفرماسي واحد من اهم ادويه للنوم خاصة اولاد صغار هو معمول من الكوكليكو، لانها بتروق وبتنيم ونفس الوقت ما بصير عندنا ديبوندونس منه. أوكي. هيدا الاساس. كنت عم قلك انه بالانجليزي كمان بسموها كورن بوبي او فيلد بوبي، لانه هي وين ما في زراعه بتطلع بيناتهم، اوكي، هذا كمان بساعد انه تطلع. والحلو هون هيدا اللي نحن كثير بنحبها بلبنان الخبريه، الاسم كوكليكو بيقولوا انه جاي، بيقولوا انه جاي من انه لانه كلمه كوكوريكو صارت كوكليكو، لانه الكرات تبعها بتشبه شوي مثل هون يعني هالصورتين. هيدا واحد من الاستعمالات. ولانه انت بتحب الاشياء الفرنساوي وهيك، انا قلت لك هذه الشغله، ما انه ما عندي صوره كوكليكو. روج دراكولا مزبوط، بيقولوا عن حدا الى روجيكم ان كوكليكو، معناتها انه هيدا لما واحد بتكون عم تحكي شيء بيستحي او لانه عصب بيحمر بشبهوا له اللون مثل الكوكليكو. هيك شغله معروفه. بضحك كمان انه بغير لغات يعني بصير هالاسم ما بقى بيعطوه للون الاحمر، يعني مثلا كنت عم خبرك قبل عن الانجليز، بالاتراك بيقولوا انه هيدا مثل بنت مجوزه صغيره مثلا، هيك الاسم الترجمه تبعه، بينما عند التليان بشبهوها للون الروز مش للون الاحمر، يعني كثير
بتختلف كمان من بلد لبلد. وهيدي الصورة أنا حطيتها امبارح على فيسبوك، بحسها كتير حلوة هيك، مثل عن جد حلوة كتير، أنه بتحس ليك كيف هيك نازلة متواضعة قبل ما تفتح بعدين ما تفتح هيك لفترة. بحبها كتير يعني هيدي الصورة. وكنت عم تخبرينا عن البانتور هون عنا، لأنه الامبرسيونيست مثل موني في مشهور كتير عنده كتير رسمات كوكليكو، وهون لقيت واحدة لافونوه كمان رسمة كمان عن شان دي كوكليكو. والحلو نعرفه انه اللي صار لهم 8 سنين مجوزين حسب كمان شو اسمه عند الفرنسوية اكيد الفولكلور تبع زواج، 8 سنين زواج معناتها كوكليكو بيهدوا لبعضهم. انا 9 هذيك السنة كانت كوكليكو. هديتها لمرتك؟ ايه اكيد، ما انا زارع تخبرك عندي على البلكون زارع كوكليكو ابيض اصفر اورانج احمر كل الالوان قد ما بحبها كثير كمان رهشت لي. وشغله اوكي بتزعل بس نفس الوقت خلينا نحكي عنها، هيدا كولونيل اشتلق مثل ما كنا عم نحكي انه لما الارض بتنتزع ولما يصير في حرب وهيك الكوكليكو بيطلع. فقرروا بعدين، انا خبرتها شوي بسرعه على الخبريه، قرر انه الكوكليكو تصير هي الرمز لنتذكر الشهداء اللي ماتوا على بالحرب وهيك. مشان هيك في ناس بيعملوا كوكليكو مثل ما عم نشوفهم بيبيعوهم ليطلعوا مصاري لاولاد الشهداء مثلا، هذا كثير معروف خاصه بانجلترا وبكندا وهيك. وفي مشان هيك بتشوفي انه ايه مزبوط، في تابر، في عمله تبع رومانيا، في العمله تبع كندا، كلهم عليهم كوكليكو. وحتى اوقات بيعملوا كوين وبحطوا عليه احمر كمان ليتذكروا الشهداء وهيك. هول بالنسبه للخبريات تبع كوكليكو. هيدي صوره من لبنان بتشوفها هيك، حبيت حتى هيدي بالبقاع. ما بصدق. بلا بلا، هيدا من لبنان وهي من لبنان وهيدا من لبنان. انت مصوره؟ ايه مش حلوين هيدا وهيدا انا مصوره. كتير هيك يعني بحب كتير كوكليكو، انا وين ما اشوفه بحب صوره. كيف خلوهم مقطفون؟ ما هني بيطلعوا كتير بسرعه الكوكليكو. بدي كمل لك بصوره كتير حلوه من لبنان، هيدا انا وكنت عم بدرس مره، هيدا حد زحل الصوره شفت نسيت اسمه لشو بس مسالم عليه، علمني شغله انه الكوكليكو لما بتقطفيها بينزل منه ليك هون هو على ايده عم بحط مثل لا مثل يود لونه اورانج، اذا منتبه على ايده الثانيه. اوكي. هيدا اليود هو بيستعمله مثل ما نحن بنستعمل او ايودي. دونك لما بيكون عنده مثلا فاتت نسره بايده او حيلا شيء بيستعمل يود، يعني هون بركي مبين اكثر. او جرح حاله. أوكي. او جرح حاله، هيدا واحد من استعمالاتهم بالضياع بلبنان للكوكليكو. بطهر يعني. بطهر مزبوط، هيدا واحد من الاشياء الفولكلوريك يعني الاستعمالات. هلا كمان حبيت فرجيك الزهره قبل ما تفتح، بتفتح وبعدين بصير عندنا هالكبسوله اللي هي مثل تبع الاوبيوم يعني. هون كمان تعرف نحن وصغار كنا نفتحهم للكوكليكو بيقولوا كنا نلعب كثير فيهم لنشوف شو اللون من جوا وهيك. فهول كيف بعدين بتصير اكيد الكوكليكو. هلا حكينا عن الاشياء ستيفانية، بس خليني اخبرك شيء كثير مهم عنه. البذر تبعه لما نحن بنروح بنجيب كوكليكو بتزهر وبعدين بتعطي بذره، وحده من شتله كوكليكو فيها تكون بقلبها في لحد ال 50,000 بذره. مشان هيك لما بتقلوا بالبذر بشبه وحده تصوري بزهره، مشان هيك بيطلع كثير كوكليكو كتير بالطبيعه اذا فرخه. بس هيدا البذر عنده كثير استعمالات، مثلا لما بنعمل خبز، هلا بفرجيك بالسؤال، لما بنعمل خبز كمان بينحط عليه مثل كيف بحطوا البافو او حطوا حيلا شيء، البذر بيتاكل. وبعدين الحلو نعرفه انه نحن فيها نقطف الكوكليكو ونحطها بفاز. هلا تضاين اكثر لازم نعمل مثل هون، او نحط مثل جلو او نسكر من تحت ليضاينوا اكثر البيتال ما يقشطوا على تيج من تحت. والحلو كثير اذا التيج كثير ضلت بالمي لانه ايه بتروح دغري، او حتى اذا بدنا ننشفها مشان ما تقشط. مشان كنا عم نقول انه بتقشط. وحلو كمان نعرف انه البيتال تبع الكوكليكو عم نشوفهم قدامنا هول كثير هلا مستعملين بالسلاد وبالاكل. رح فرجيك كيف البزر بنحطه، يعني هون بتشوفي خبز بحطوا عليه بزر كوكليكو بياكلوه مثل البافو، ما هي من عائلتها. او البيتال مثل هون هول صور شوي بشهوه، يعني بتشوفي بالسلاد لتزيني سلاد تكون خضراء تحطي بيتال كوكليكو بيطلع لك هيدا المناظر بتاكل كثير. اكيد ننتبه نكون قاطفينهم من مطارح منيحه يعني، وما في كثير ما في كثير شو بيقولوا بيستسيد، بس كثير حلو المنظر يعني. صح. هديك المره عملنا الكابوسين شيف جاد عم يضحك. ايه مرتي جاي بجيبنا معه كثير حلو يعني اللي هو مهضومة. مش بس هيك شيف جاد لتطلع معنا، لانه بينعمل منا سيرو للكوكليكو للبيتال تبعهم. بنشوفهم قدامنا. وفي شغله كثير معروفه هيدا لازم تدوقيها اذا مش دقتيها، بفرنسا في شوكولاتري ديليس بتعمل هي تبع نيمور، منطقه كثير مشهوره، ردوا شيء من زمان كانوا يعملوا، كانوا يجيبوا الكوكليكو عم نشوف كيف بالصور يحولوهم لسيرو، وهول الكوكليكو بيتحولوا لبونبون كثير معروف سبيساليتي لهيدا المنطقه. عم شوف ليك شكله قد ايه حلو
هذا كله معمول بس من سيرو دو كوكليكو. نشوفه هون هيك هيك شو شو حلوه. والرسمه شوي بتشبه التوليب بس هي كوكليكو. بيعملوا منها مربى كمان تشوفها كمان من الفلور دو كوكليكو. بس ما بينعس الواحد اذا اكل منها. لا انه شوي هي هنعمل لك اياها انه هي بسموها مايلد سيداتيف يعني كثير مزبوط مش للكبار صح. مش للولاد الكبار. وراح تحبي كثير اللي رح افرجيك اياها هلا. في استعمال كثير حلو هون عم نشوف رسمه لانه بيعملوا بجيبوا البيتال ليك كيف بتصير. دونك بيجيبوا الكوكليكو بحطوا البيتال بحطوا فوقها السكر وبتصير كمان اكيد بتصير كمان هالكوكليكو مثل ما عم نشوفها اكيد قدامنا وهيك. هلا هول الاستعمالات تبع الكوكليكو ما بيمنع نعرف شغله كثير كمان اساسيه عن الكوكليكو اللي هي استعمالاتها الطبيه. ستيفاني رح ارجع انا افرجيك الزهره مشان نعرف انه عم نحكي عنها. زهره الكوكليكو يعني مش عم نحكي ولا عن البزر ولا عم نحكي عن كل شيء ثاني. الزهره زهرة. صح هي مستعمله هي لانه فيها ثلاث اشياء شيميك جواتها بتستعمل لشغلتين اساسيات. اول شغله للناس اللي عندها كثير قلق او اجيتاسيون او نيرفوزيتي بدلهم هيك منرفزين وخاصه اولاد صغار اللي ما بيناموا بيعملوا لهم تيزان من البيتال يعني, يعني تخيل مين ما كان حده في كوكليكو اكيد بنرجع نقول نلمهم من المطارح ما في انضاف وهيك بيتنشفوا وبينحطوا على جنب بعدين بالتيزان بنحط بيتال دو كوكليكو بتتاخذ لهذا الشغله. بس مش هذا كيف باي طريقه مليون ولا بس من نقعهم لا انفوزيون يعني بنروح نحن مزبوط يعني بنغلي المي بنطفي المي بنسقط البيتال. هلا المقادير هي تقريبا 3 ل 5 جرام لكل 250 مللتر مي يعني هذا مزبوط. الانفوزيون فيها تضل من 5 ل 10 دقائق وبعدين بيشربوه. هلا الاولاد الصغار ما بحبوا يشربوا اوقات تيزان فمشان هيك في ناس بحطوهم بالسوب او بحيانا شيء مع البيبرون اي مش عم نحكي عن البيبان يعني نحكي اولاد انه عمرهم بين سنه ل في منهم سنه بياخذوا بيبرون مزبوط مزبوط. هلا وهيدا واحد من الاستعمالات لقلنا نحن وكمان انا للولاد فينا نستعملها للسعله. هلا مثل انا سوري اللي هي الكوكليكو كمان فيها كثير مسيلاج هيدا زيت الماده يلي انتم عم تاكلوا ملوخيه او عم ناكل كمان بتمخض شوي مزبوط. هيدا ماده كثير بتفيد للصحه يعني مشان هيك الخبيزه والملوخيه فيهم هالماده. هول نحن بنستفيد منهم بالشاي لانه هي من اهم نباتات للسعله وللبلغم وهيك. فهيدا هول يعني مينلي يعني اكثر شيء للكوكليكو بيستعمل هيك. وعم نلاقي بالفارماسي هلا اكستري فلور دو كوكليكو يعني بكون مستعمل هيك. ما بعرف اذا بعد عنا وقت لكن تخبرك خبريه عن الكوكليكو في عنا وقت اوكي رح خبرك خبريه هيك مهضومه بخبروها الاولاد الصغار. بتعرفي انه نحن في عنا بالطبيعه بلبنان ثلاث نباتات بيشبهوا بعضهم ما بنعرفهم. في الكوكليكو الانيمون والرنوكل. رح فرجيك الصوره سريع لحسنتها هون عم نشوف عم نشوفهم هيدا منا كوكليكو اوكي. فبيخبروا الاولاد الصغار طريقه مشان يقدروا يفرقوا بين هالثلاث نباتات. بيقولوا لهم انه كان في امير وهيدا الامير قرر انه يتجوز فبيروحوا ثلاث اخوه وبالغلط بيجوا على السهره ثلاثتهم لابسين احمر فمشان ينتبهوا انه كيف تيعرفوا الامير. واحده منهم بتلبس شارب بيضاء وهيدي اللي بتكون الانيمون عم نشوفها قدامنا على الصوره. والثانيه بتحط على حالها بايات سوداء وهيدي بتكون الرنوكول. والثالثه بتحط حلق اسود وهيدي بتكون الكوكليكو لانه جواتها في اسود. يعني هيك تعرفيهم يعني اذا انت بتطلع واحده الاحمر تبعها كثير كثير قوي بتطلع بيقولوا الرنوكول. يلي فيها ابيض من جوا بتطلع الانيمون ويلي فيها اسود هي الكوكليكو. هيك بنعرفهم يعني هيك بخبروها الاولاد الصغار. في طرق ثانيه بس بتصير ثلاثتهم حلوين اصلا مزبوط. شفتي قد ايه هالنبته هيك ماشي بسيطه بنشوفها, بنشوفها بالطبيعه وين ما كان يعني بتطلع مزبوط. عندها فوائد استعمالات وخبريات عديده. ثانك يو مارك. ميرسي نرجع بنشوفك الاربعاء ان الله راد. مشاهدينا وقفه ومنتابع لايف.